عليكم أصدقائي متتبعي قناة سكويرا توك. اليوم إن شاء الله تلاميذ مجموعة غادي نشرحوا هذا التصل اللي سميتو كالكول لاتيك. هو الحساب اللي نتوما كتعرفوه كنقلبوا على إكس، كنقلبوا على واحد المجهول. هو هذا كالكول لاتيك كيتقاسم، غادي نحاول نقسموه جوج ديال الفيديوهات باش نفهموا مزيان. إذا المفهوم الأول غادي نديرو الفاكتوريزاسيون، نشرحوا شنو هي الفاكتوريزاسيون. هي اللي صعيبة، اللي هو اللي كنقولوا له حنا التعميل بالعربيه، والريدكسيون اللي هي سامبليفيكاسيون، كيفاش نسامبليفيو واحد لا سوم الجبريك. هاد الثلاثه ديال النقاط هما اللي غادي ندرسوها اليوم ونفهموها مزيان، والحصه اللي من مورا غادي نخليوها للديفلوبمون كذلك والديكسيون ديالو الى غيره. اذا بعد الفاصل غادي نطور الاتصال ديالنا بالجروب مجموعه التلاميذ ونرجعوا لكم. واش عاودوا اننا نديروا هذا الدرس؟ استاذ كلشي كيسمعك. الدرس جديد اللي سميتو كالكول ليتير. هكا الدرس هذا راه غادي نقراوه في السابعه وغادي نقراوه في الثامنه. هذا الدرس راه غتقراوه في الدوره الثانيه. هو اللي كنسميو حنا المعادلات، كيفاش نحل واحد المعادله من واحد المجهول. من بين هاد الحوايج اللي رانا خاصني نعرفهم هما هاد الحوايج اللي غادي نعطيكم في هذا الفيديو الاول وكاين في الفيديو الثاني. اذا هذا الدرس هذا غنحاولوا نديروه تمارين، حيت هو كيبغي بزاف ديال التمارين. حيت الا ما درتش انا فيه التمارين بزاف كيبغي بزاف ما غاديش نفهم. صافي مزيان، الا ما درتش التمارين ما غنفهمش. اذا الاسئله اللي مطروحه ليا هما ثلاثه الاسئله، كيسيون 1، كيسيون 2 وكيسيون 3. الكيسيون 1، لورسكون ترانسفورم اون سوم اون برودوي، الوقت اللي راه حنا كنحولوا واحد المجموع كنحولوه لبرودوي، ال اكسيون كيل اكسيون افيكتونج، اشنو كنديرو؟ سميت هذيك لاكسيون اللي راه حنا كنديرو منين كنحولو واحد المجموع لواحد لو برودوي. كيلي لا بروبريتي اوتيليزي، شنو هي القاعدة اللي كنستعملو باش نحولو لا سوم البرودوي؟ كونت ابي كاش هادي كا ابل، اشنو كتسمى هاد التيرم ولا فاكتور؟ واش كيتسمى ولا تيرم ولا كيتسمى ولا فاكتور؟ هذا سؤال فيه بزاف ديال الاجوبه ديال هاد الدرس هذا، اللي الاجوبه ديالو خاصني نكون انا عارفها مزيان. اذا قال لك كيسكوس ريدوير اون اكسبريسيون، شنو معنية ريدوير اون اكسبريسيون؟ كنسمع ريدوير اون اكسبريسيون شنو هي؟ عاوتاني هنا رابيل لا ريغل ديال سوستراكسيون، قاعدة غنديرو تفكير ديال القواعد ديال ناقص عددان ناقص عددان، و كومون اوبتونيغ اوبتيان لو طون لوبوزي دون سوم اجيبي، كيفاش يمكننا ناخدو نحصلو على المقابل ديال واحد الجمع اجيبي. هاد الأسئلة اللي قلنا حنا كاملين هما اللي غادي نشرحوهم في الثمن. إذا هنا بحال غادي نجاوبو نقولو حنايا غادي نصغر لكم هذه شويه باش يبان لكم. دابا قال لينا كيفاش نحولوا الصوم، مثلا عندي واحد العددين، مثلا مجموع عددين وبغينا مثلا نديرو هنايا 4 باش نفسروها، 2 زائد 4 بغينا نردوهم لو برودوي. عندنا مجموع العددين بغينا نردوهم لو برودوي، هاش لو برودوي هو 2 في كنحلو القوس وكنكتبو 1 زائد 2. اذا هذه هي الهضره اللي قالوا لينا. قال لك الوقت اللي كنحولوا ان سوم، هذا كيتسمى ان سوم. صافي، هذا العدد 2 زائد 4 هو سوم، حيت عندنا لوبيراسيون ديال الجمع كيتسمى سوم، مجموع اولا الجمع بالعربيه. ملي كنحولوه اون برودوي، ها هو حولنا اون برودوي. اذا العمليه اللي عندنا هنايا هي الضرب ماشي زائد، العمليه ديالنا هي عمليه الضرب، عدد مضروب بعدد. اذا حولنا الزائد حولناه للضرب. اش كنسميو هاد العمليه؟ كنسميوها فاكتوريزاسيون. هذه كتسمى فاكتوريزي او لا فاكتوريزاسيون، اللي هي تعميل. نعم استاذ، الا درنا جوج في ثلاثه غتعطينا سته. نقدو نديرو جوج في ثلاثة مزيان. نقدو نديرو جوج في ثلاثة، غير دابا حنايا
حاولنا اننا نعملوا حيت عندنا واحد الدرس هو اللي بغينا نوصلوا ليه. الطريقه اللي درت من الاول باش نوصل لكم واحد الدرس، علاش؟ حيت ملي غادي نديروا واحد المجهود، واحد عدد مجهود بجنب شي رقم من هنا، ما غيصلحناش نديروا داكشي اللي قلتي لي ده. صافي، دابا انا غير بغيت نبين لك كيفاش توصلنا لهاد القضيه، حيت غادي نديروا جوج نضربوها في واحد وغادي نزيدوا عليها جوج في جوج باش يخرج لينا هي جوج زائد اربعة. هاد القضية هادي هي اللي تتسمى هاد العملية ديال التحويل من الجمع للضرب، كنسميوها فاكتوريزاسيون بالفرنسي وبالعربية التعميل. صافي، شمن قاعدة كنطبقو؟ كنطبقو القاعدة ديال اللي قرينا في الأول اللي سميتها ديستريبيتيفيتي، النشر. هادي قريناها في الاول ديال العام، ياك ديستريبيتيفيتي قريناها في الاول ديال العام، هي اللي كنطبقو باش نحصلو على هاد لوبيراسيون اللي سميناها، ولا هاد لاكسيون اللي سميناها الفاكتوريزاسيون، وهي اللي كنحولو هادو. شنو كيتسماو؟ كيتسماو لي تيرم. ملي كيكون عندنا زائد وكيكون عندنا ناقص، هادوك الحدود كيتسماو لي تيرم. لي تيرم، ملي كيكون عندنا الجوداء كيتسماو لي فاكتور. اذا امتى كنسميو لي فاكتور؟ امتى كنسميو لي تيرم؟ هادشي اللي بغيتكم تردوا ليه البال. كيتسماو لي فاكتور ملي كيكون عندنا الضرب، كيكون لي تيرم ملي كيكون عندنا لا سوم ولا لا سوستراكسيون. مزيان، نعم استاذ. بالنسبه لي كيسيون الاولى حنا جاوبنا عليه كامل، فسرناه شي شويه، واضح عندكم؟ نعم استاذ. مزيان، دابا غادي نمشيو لا كيسيون نيميرو 2. دابا لا كيسيون نيميرو 2 قال لك شنو معنيات سامبليفي؟ ريدويغ اون اكسبرسيون. ريدويغ اون اكسبرسيون مثلا كتكون عندي 3 زائد 7 ناقص 3، هذا كنسميه اكسبرسيون، ياك؟ كنسميه اكسبرسيون، اون اكسبرسيون، هذا كيتسمى اكسبرسيون. كيفاش ريدويغ؟ ريدويغ هي انني نفكتوي لي زوبيراسيون اللي عندي، يعني ندير الجمع ديالي وندير الطرح ديالي ونتحصل على عدد واحد. ملي كنتحصل على عدد واحد هذا كيعني انني درت ريدويغ، يعني اختصرت او درت سامبليفيكاسيون. صافي، نعم استاذ. صافي، انا غندير هنا، نعم استاذ. ملي كنحصل على عدد واحد مثلا غادي نقلب هنايا 3، ما نديروش 3 هنا، نديرو زائد 3 باش ما نضربوش عليها. درنا هذا ليكسبرسيون كنحسبو من اليمين لليسار، اذا 10 زائد 3 كنعاودو نحسبو هادو بجوج كنلقاو 13. اذا هنايا درنا ريدويغ ليكسبرسيون 3 زائد 7 زائد 4 لقيناها كتساوي لينا 13، اذا اختصرناها. اذا معنيات ريدويغ اون اكسبرسيون هي نحاولو اننا ياش نكومبريسيو هاداك ليكسبرسيون لاون فالور، تكون عندنا فالور وحدة. مزيان، نعم استاذ. دابا غادي نمشيو لا كيسيون نيميرو 3. غتفهمي الدرس، غادي الدرس غيدخلك بواحد الطريقة اللي انت ما كنتيش كتصور. اذا لا كيسيون نيميرو 3 رابيل على ريكل دو سوستراكسيون. اذا شنو هي لا ريكل دو سوستراكسيون اللي قرينا؟ قرينا 3 ناقص 7، قال لك كومون اوبتونيغ لا سوم الجبريك، كيفاش يمكن لينا نحسبوها؟ شنو قلنا كتساوي؟ هذه كتساوي هي 3 زائد بين قوسين ناقص 7. يعني دائما فاش كيكون عندي لا ريغل ديال سوستراكسيون اللي قرينا كنحاولوا نردوه بوزيتيف عاد نحسبوا لا سوم الجبريك. هذا الشيء قريناه في لي نومبر غولات. كاين استاذ؟ نعم استاذ. قلنا باش نلقاو لوبوزي، اذا لوبوزي ديال ناقص 7 هو زائد ناقص 7، العكس ديالها. صافي، بحال اللي راه كنردوه بوزيتيف، اذا نعقلوا هاد ناقص 7 بحال اللي رديناها بوزيتيف، بحال اللي رديناها لوبوزي. صافي، هادشي دابا اللي مطلوب منا في هاد البداية ديال الدرس كامل. كنبداو بأول تمرين باش نشوفو شنو كاين. قلنا اول ليكزيرسيس اللي عندنا هادو هما التمارين اللي غادي نبداو بهم، ليكزيرسيس دابليكاسيون. يعني دون شاك كا انديكي سي ليكسبرسيون اي اون سوم الجبريك، غنديرو ليها اس، ولا
ولا برودوي. هاد لي سوم اللي غادي نعطيكم هنا غتفرقوا لي واش هو جمع اولا هو برودوي، بلاتي نكتبهم كاملين. واخا دابا عندنا هنا لا كيسيون، قالوا لينا في كل اكسبرسيون هادو كاملين كل واحد كيتسمى اكسبرسيون اكسبرسيون اكسبرسيون. قالوا لينا الا كان هاد الاكسبرسيون هو اون سوم الجبريك نكتبو قدامو اس، الا كان برودوي نكتبو قدامو بي. بالنسبه للاول واش هو سوم ولا برودوي؟ سوم. خاص تعرفوهم كاملين. اكرام شنو هذا سوم ولا برودوي؟ صدف واش العمليه كامله؟ هاد ليكسبرسيون كامل واش هو عباره عن سوم الجبريك ولا عباره عن برودوي؟ صد برودوي. برودوي. انت نسري برودوي. برودوي. اكرام قالت لكم حفصه قالت لكم شنو قلتي حفصه؟ سوم. سوم هذا راه هو سوم. اذا العمليه فين هي؟ هذا هو لو سين ديال العمليه ماشي هادو صافي. كيكون صد هو الوسطاني ماشي هو الوسطاني، حيت عندي واحد العامل هنا كيتعاود اللي هو 5.3. حيت انا باش نزيد نفسر لكم مزيان شنو هما العمليات لي بريوريتي دو كالكول اللي غادي نسبقو. شنو هي العمليه اللي غادي نسبقو؟ الضرب. لا ميتيبليكاسيون. لا ميتيبليكاسيون هي اللي غادي نسبق الاولى. ولا حسبت هادو بجوج شنو غيبقى ليا؟ كي داير لو برودوي غيولي ان سون، ما غيكونش برودوي صافي. اذا انا ملي غنحسب انا هذا غيعطيني عدد وغتبقى لي الاشاره ديالي زائد وغيعطيني عدد اخر. اذا هذا ولا شنو؟ ولا سوم ار جي بي. هذا هو سوم ار جي بي، غنديرو قدامو اس صافي مزيان. اذا قلنا هذا هو سوم. غنجيو لعند هذا الثاني. اذا الثاني عندي 3 اونتر بارونتيز اكس زائد 5، واش هذا سوم الجبريك او لا برودوي؟ يلا قولوا لي. برودوي. 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 او تلميذ جديد قلنا هذا بانه برودوي. علاش؟ لان عندنا 3 دائما فاش كيكون عندي واحد العدد كيتكتب العدد وحده القوس لاصق عليه كيعني بحال اللي راه كنكتبوا 3 في القوس. اذا هذا راه برودوي. نديرو بي. غادي نجيو لهاد ليكسبريسيون 3 اكس زائد 5. سوم 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 سوم. علاش؟ حيت عندنا العمليه ديالنا هي بلوس. إذن هذا وي. سوم. سوم. غنجيو دو إكراك ناقص 5 دا زائد 3 إكراك. واش هو سوم الجبريك ولا سوم. برودوي؟ سوم الجبريك. سوم أستاذ. غتفهمو سوم الجبريك كنعنيو به هو راه مجموع سواء كان ناقص أو كان زائد. سوم الجبريك. هذا سوم الجبريك. ماشي نسمع غير الصوم صحاب لي غير زائد، لا راه الصوم الجبريك يعني كنعني بها ناقص وزائد بجوج. هانتي عندك 5. انا كنت عارفه غير زائد. برودوي. 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 علاش؟ لان عندنا قلنا دائما فاش كيكون عندنا واحد العدد الا كان لاصق على واحد المجهول سواء كان ا او لا كان بي او لا كان سي، دائما العدد اذا كان لاصق عليه كيعني انه ملتيبليكاسيون، يعني كنكتبوه مثلا بحال 5 ضرب ا. مزيان. اذا هذا خذوا. نعم انجي ولاد 4 متر اوكاري بلس 5 متر. سوم برودوي. سوم 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 بلس سوم اس. غنجيو تي ناقص تي ناقص 5 اكس الكل اس 2. سوم ولا برودوي؟ برودوي. علاش برودوي؟ علاش سوم؟ برودوي حيت عندنا الاكسبوزون كان العدد كنعاودو نضربوه في نفسه. برودوي صافي. بحال اللي كنقولو ا او كاري. شناهي ا او كاري؟ هي ا هو ا صافي. ما كيهمنيش انا كيما بغات تكون ا غنطيح في هاد لوكا صافي. مزيان استاذ لا بويسون.
حيت كاينه لا بوزيسيون بلا صح. اكس صح. برافو عليك. هنا واش عندي برودوي ولا عندي سون؟ برودوي عندي برودوي. علاش برودوي؟ حيت عندي لي بارونتيز، ولكن اونتر بارونتيز عندي ميتيبليكاسيون. اذا هذا برودوي ميتيبليكاسيون. غنجيو من عند هذا برودوي ولا سون؟ برودوي. علاش برودوي؟ برودوي. علاش؟ حيتاش كاينه لا ميتيبليكاسيون. لا حيت هذا الصوم. صد كاينه لا ميتيبليك. هذا لا صوم ماشي ميتيبليك. هذا صوم ماشي بحال هذا. استاذ نعم صافي ماشي بحال بحال. هنا ما عنديش واحد كوما، ما عندناش شي عدد كيتكرر. ما عندناش شي عدد كيتكرر. علاش؟ لان تولي هذا بوحدو اللي غيضربو غيعطيوني عدد اللي هو 4 اس 2، غيولي عندي البرودوي غيولي 2 ناقص 4 زائد كذا. صافي هنا فين تردو نعم. البال؟ نعم ردو البال. فاش كيكون كنقول انا بانه برودوي الا كان عندي نفس الكومان بالنسبه للعددين المضروبين. الا ما كانش عندي الكومان بحال هنا هذا راه سي تانسون، هذا عندي هنا البلوس الموا اذا هو صوم. صوم. هذا عندي هنا بلوس اذا هو صوم. هذا صوم. عندي لي بارونتيز ما بين لي بارونتيز عندي واحد لو موان، دونك هذا صوم. صوم مزيان. انا نمشيو دابا ليكزارسيس نشوفو السؤال الثاني ديال هذا شنو كيقول ليا. فوالا ليكسبرسيون دابا التمرين الثاني هذا قال لك فاكتوريزي، يعني نعملو ليكسبرسيون سويفا. هذا غادي نديرو فاكتوريزاسيون با ابا، يعني غنتعلمو كيفاش نبقى نديرو التعميل خطوه خطوه. اذا عندي ليكسبرسيون ا كيساوي 16 مضروب في 4.5 ناقص 6 مضروبه في 4.5. هذا واش هو الصوم ولا بخدوي؟ صوم. برودوي. 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 هذا سيتام صوم الجبري. صوم. صافي علاش؟ حيت عندنا واحد صحيت كاين ناقص. كاين الكومان شوف. ملي كيكون عندي نفس العدد مضروب في العددين من طرف بجوجهم ها هو هذه هي العملية. حيت انا شنو كنسبق ديما باش نعرف واش الصوم ولا برودوي كنجيب لي زوبيراسيون ديال الكالكول وكنشوف شكون اللي غنسبق الاول. شنو اللي غنسبق؟ الضرب. اذا غادي يخرج ليا عدد ناقص عدد. استاذ نعم صافي يا اكرام. اه استاذ ديما ردي البال ديما نبقى نسبق الاسبقيات ديال الحساب هما اللي غيبينوا ليا واش هو الصوم او لا هو برودوي. اذا هنايا اش قالوا ليا؟ عندي هنايا الكومين ها هما عدد مشترك غنجي غادي نكتبو هنايا ها هو 4.5 4.5 وكنحل الاقواس ديالي والاشاره ديالي اللي ما بيناتهم كنديرها 16 ناقص 6 وكنكتب الاعداد المتبقيه 16 ناقص ناقص 6 ناقص. دابا من هنا انا كنتعلم كيفاش نفاكتوريزي كيفاش نعمل. غنجي للعمليه الثانيه شنو عطينا هنا؟ واش هذا الصوم ولا شنو دايرين؟ هذا الصوم. صوم 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 الجبريك. اذا 6 فاش مضروبه؟ 6 مضروبه في إيكغاي. وهنا 6 مضروبه في إيكغاي 3 3 باش تعطيني 18. وي دابا انا وليت عندي من واحد الصوم الجبريك حولناه لواحد الصوم الجبريك وبغينا باش نديرو ليه فاكتوريزاسيون. دابا فين هو الكومان بيناتهم؟ 6 6 مضروبه في إيكغاي ناقص 3 3. شوفوا بيا كناخد العدد بوحدو ما كناخدش الاشاره ديالو، كناخد العدد بوحدو اذا 6. نعم نعم. والاعداد اللي غتسبقها ليا كنكتبها عندي إيكغاي ناقص 3 الاشاره ديالي هي هذه ناقص وكنكتب العدد 3 مزيان. غنجيو العدد الثاني عندنا صوم ولا نعم. ولا قدول صوم صوم صوم. اذا 5 فاش غنضربوها باش تعطينا 25 متر فاش غنضربوها؟ 5 في 5 5 ام 5 متر. عندنا هنا 25 هي 5 في 5 و 5 في 3 صافي. اه وهنايا 15 في 3 3. اذا فين هو الكوما هنا؟ في 5 هو 5 غنديروا ليه في نحلوا لي بارونتيز ناقص ناقص 5 ناقص 5 5 ام ناقص 3 ناقص 3 ناقص 3
وكنسدو الطوط ديالو مزيان. يلا نجيو لهنايا. وحده تفتي عليا بالزربه ثلاثة مضروبة في اونتر بارونتيز اكس زائد جوج. واحد اكرام قولي لي الثانية اش غندير؟ ا لاتي هادي غادي نحولوها هي ا مضروبة فاش؟ صد عادك باش يعطينا جوج باش يعطينا اربعة باش يعطينا اربعة اوس اثنان خصني شي عدد هنا اش غندير؟ جوج اربعة صد اربعة اوس اثنان هي وهنايا او هنا او سيدنا فاش غنضرب؟ ما عرفت استاذ. ها هي عندي هنا 4 هنايا ملي كيكون عندي شي عدد بوحديتو ملي كيكون شي رقم بوحديتو بحال الا حداه رقم واحد صافي بحال لي واحد ا واحد مضروب ا كيعطيني ا صافي اذا هنا بحال الا كاين واحد كنضرب العدد هما الاولين واحد مضروب في 4 كيعطيني 4 و أ مضروبة في أ كتعطيني أ أوس إثنان صافي مزيان؟ نعم أستاذ. يلا إكرام كملي هنا شنو غنديرو؟ ثلاثة 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 حيت عندي ثلاثة في واحد هي ثلاثة و أ في واحد هي أ صافي أعطيني الكومين فين هو الكومين؟ لكانت واحد غير مكتوب ما كيتكتبش زيد أعطيني كملي لي أ أ أ شي قانا أربعة أ زائد ثلاثة برافو عليك 4 أ زائد 3 3 يلا نسرين في 2 في 2 تي تي زيدي زائد 3 زائد تي في 2 علاش 2 عندنا غير تي وحده هنا فاش غنضربوها سد واحد 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 يلا اعطينا التعميل فين هو الكومان تي يلا ما نسري تي كملي شنو يبقى لينا سد جوج تي زائد واحد نسري صافي ما معناش Peux-tu factoriser l'expression suivante? Justifie ta réponse. Ou est-ce que je peux factoriser ou علاش الا يلا الاول واش يمكننا فاكتوريزيو نعم يمكننا نعم الثاني يمكننا فاكتوريزيو نعم نعم اذا انا نطرح عليكم سؤال اخر ونسولكم شنو معنية فاكتوريز؟ التعميم شنو معنية فاكتوريزاسيون؟ قلناها ملي بدينا الفيديو شنو معنية التعميم؟ التعميم ديال اش؟ التعميم ديال شي عدد ديال شي زوبيراسيون حل ديال لوبيراسيون ديال اش؟ ديال لابخودوي راه ما يمكنش نعملوها دابا عاد عقلتي ياك بانت ليك يمكنناش نعملوها لان قلنا حنايا في الاول علاش كاين الضرب ماشي زائد ولا ناقص ترانسفورمي او لا ترانسفورمي اون سو اون برودوي واش هادشي اللي قلنا ولا ما هادشي اللي قلنا؟ قلنا هو تحويل مجموع الى جداء واش انا عندي شي مجموع هنا؟ وي لا ما يمكن ليش انا نعمل هادو ولكن غادي نحسبهم مباشرة ما يمكن ليش نعملهم صافي نعم هاد التمرين هادو راه عندنا عندنا كالكول ديريكت ما عندناش هنا شي عملية ديال زائد او لا عملية ديال ناقص باش نديرو الفاكتوريزاسيون عندنا قلنا الفاكتوريزاسيون هي ترانسفورمي اون سوم الجبريك اون برودوي هذا هو الديفينيسيون ديالها هذا سؤال اذا تحط لك على 20 قال لك الا جاوبتي عليه عندك 20 وجيتي قلتي لي انت غادي نديرو لي فاكتوريزاسيون شحال غيعطيوك صفر صفر علاش لانني ما عرفتش شنو هي الفاكتوريزاسيون انا خاصني من هنا فهمت المعنى ديال الفاكتوريزاسيون هي تحويل واحد الجمع
واحد العددين مجموع ديالهم او لا واحد اكسبرسيون في سوم الجبري كنحولوا لو برودوي. هذه هي الفاكتوريزاسيون، كنحولوا الجوده. تمام، هذه خاصني نعقل عليها، وهذوما الاسئله اللي طرحنا في الاول جاوبنا عليهم. اذا هنا ما خصناش نديروا الفاكتوريزاسيون، راه مشيو تمرين المواد. هاد الاكسبرسيون هذا قالوا لينا في لا كيسيون ديالنا كالكولي بوسيبل او نو، واش الكالكول غادي ممكن نحسبوا هاد لي اكسبرسيون الا ما يمكن ليناش نحسبوا لي اكسبرسيون. قال لك بور شاك اكسبرسيون افكتوي لي زوبيراسيون بوسيبل اي جوستيفي لا كا او اني با بوس اني با الوقت اللي ما يمكن لكش انت تحسب غادي تجوستيفي لا ريبونس ديالك، يعني غتعلل لينا علاش اسيدي ما خديتش نحسب. اذا بالنسبه لا واش يمكن لي نحسبها؟ اه الا استاذ؟ لا لا. علاش لا؟ اللي قال لي علاش يقول لي لا؟ علاش؟ صحيت 4 ما فيهاش اكس. ما فهمتش، واللي ما فهمهاش يقول لي ما فهمتهاش. باش نعرف استاذ ما عندهمش نفس المجهود. ما عندهمش نفس المجهود. ايش واش يمكن نحسبوها؟ شكون اخر؟ هذا ما نقدوش، ما نقدوش نجمعوه. علاش؟ لان هذا العدد هذا كيحتوي على واحد العدد مجهول ما معروفش اللي هو اكس، هذا مجهول ما عارفينوش حنا، وهذا معلوم هذا كنعرفوه لانه 4، ولكن هذا 5 اكس حنا ما عارفينش هذاك الاكس شحال القيمه ديالو. اذا هنا ما يمكن ليناش غنديروا نقطه. علاش؟ لانه فيه واحد المجهول، ما عمرنا كنجمعوا واحد العدد معلوم مع واحد العدد مجهول. صافي مزيان سمع. بالنسبة للعملية الثانية واش يمكننا نحسبوها؟ لا أستاذ، لا أستاذ حفصة. لا أستاذ يمكن لينا نحسبوها. لا. علاش؟ لأن عندي ما يمكنش الملتيبليكاسيون، ملي كيكون عندي الضرب يمكن لي ندير هذه كتساوي 20 إكس. سد الأعداد كنضربو ما يمكنليش نديرها. نعم لا. ملي كيكون عندنا الضرب كنضربو الأعداد، العدد مع العدد ما كنضربوش في المجهول. علاش؟ لان 4 مضروبه ب 5 اكس هي 5، هي انا نكتبها لكم هنا. شنو هي 4 مضروبه ب 5 اكس؟ هي 5 اكس 5 د المرات، 5 اكس زائد 5 اكس زائد 5 اكس زائد 5 اكس. واش دابا هذيك الاكسبرسيون يمكن لي نحسبو؟ يمكن لينا. نعم نعم كلهم عندهم نفس المجهود، يعني هي شحال؟ هي 20 اكس. 20 اكس. اذا الاستنتاج اللي غنستنتج فاش كيكون عندي الملتيبليكاسيون واخا يكون العدد فيه المجهول وعدد معلوم نضرب العدد بيناتهم ونحتفظ بالمجهول ديالو. واضحه؟ نعم استاذ. غادي نجي للعمليه اللي من موراها، واش يمكن لي نحسبها؟ استاذ نعم نعم. علاش؟ حيت كاين الملتيبليكاسيون، إذا غادي نديرو 20 إكس إكس مثلا. غادي نجيو للعملية الثالثة. يمكن لنا نحسبو يا أستاذ حيت عندنا هذاك اللي هذيك الحالة إلا بغينا حنايا نديرو تعميل، يعني العامل المشترك عندنا هو إكس. ها هذه نكتبوها، هذه نقدو نكتبوها على شكل إكس عامل، وهنا غتبقى لينا 4 4 زائد 5 زائد 5 وغتعطينا هي شحال؟ 9 20 اكس ماشي 20، راه زائد عندي ماشي ضرب. اولا غادي نديرو مباشرة، نقدو نديرو مباشرة. عندي الاكس ديالي صافي، الاكس قلنا بان نقدو نجمعوهم ملي كيكون عندي الجمع كنقلب على المجهول ديالي كنحتفظ به هو اكس وكنجمع الاعداد، 4 زائد 5 كتعطيني 9 مزيان. نعم فوالا. دابا غادي نمشي لاكسبرسيون اخر، 4 اكس مضروبه ب 5 اكس، شنو غادير معاه؟ سيدي يمكن سيدي يمكن لينا نخرجوها. شحال غتعطيني؟ حيت كاين الضرب 20 20 اكس اوسي 2. حيت كنضربو ملي كيكون عندي الملتيبليكاسيون كنضربو العدد في العدد كيساوي 20، وكنديرو اكس في 2 اوسي 2، والاكس كنضربو في الاكس، المجهول كنضربو في المجهول والعدد كنضربو في العدد.
تعطيني اكس جوج ديال اس بي صافي. نعم استاذ. اذا غنمشيو للتمرين اللي من مورا قال لنا في التمرين ريدكسيون ابري فاكتوريزاسيون، يعني غادي نغيدوي. قرينا في الاول شرحنا شنو معنيه تغيدوي. تغيدوي هي سامبليفيكاسيون. وهي سامبليفيكاسيون. غيدوي لي اكسبرسيون سويفون اون فاكتوريزون اي اون افيكتيون لي كالكول كي سون بوسيبل. الا كان عندنا الكالكول بوسيبل غادي نديرو الفاكتوريزاسيون ومن بعد نديرو الحساب الا كان ممكن. اذا غنبدا باول اكسبرسيون وحفصه غادي تجاوب واش يمكننا نديرو فاكتوريزاسيون لهاد الصوم او لا. لا استاذ نعم. شنو غادي ندير استاذ؟ جوج زائد ستة ناقص خمسة مضروبة في اكس. مضروبة في اكس. علاش درتي ليهم هكا استاذ؟ حيتاش كلهم فيهم اكس. حيتاش كلهم عندهم الكوما اكس. صافي. اذا هنا غادي نجمعو تمنية، تمنية ناقص خمسة هي ثلاثة اكس. مزيان. دابا غادي نمشي عند اكرا. يلا اكرا. عندي بي كتساوي خمسة او ناقص او. شنو غادي لونا؟ ناقص خمسة. هانتي عندي خمسة او ناقص او، عاوتاني بي كتساوي هي خمسة مضروبة او ناقص شي حاجة مضروبة في او. شنو غندير؟ واحد. واحد مضروب او هنايا. ديرو لنا او هي فاكتوري، واش غيبقى لنا هنا؟ خمسة واحد. خمسة. زيدي. ناقص واحد. ناقص. ناقص واحد. واحد. شحال خارج غيولي ليا؟ ربعة اي. ربعة. مال. دابا غادي نمشي عند نسري. شنو غنديرو هنا نسري؟ خمسة زائد ثلاثة. خمسة زائد ثلاثة. علاش درتي خمسة زائد ثلاثة؟ حيت عندنا اكس مدوش مرات و غادي ندير غادي ندير 5 زائد 3 بين قوسين في اكس بيسون 2. شحال غيبقى لينا الطوطه؟ غادي لنا 8 اكس بيسون 2. صافي الله يعافيك. كي غنديرو نتعاملو مع هذيك اكسبريسيون كنقلب على ياش عندي هنا شد على اللي مشتت خمسة اكس. اذا الكوما عندي هنا اكس كيتعاود جوج ديال المرات. اذا غنحتفظ بالاكس ديالي وغنحل الاقواس وغنكتب الاعداد. ثلاثة على خمسة. على خمسة زائد واحد على خمسة. واحد على خمسة زائد واحد على خمسة. المقام عندي موحد غادي نجمع البسط هو اربعة على خمسة ياش اكس. مزيان. اكس 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 اكس. نعم. شنو غنديرو مع هاد ليكسبرسيون؟ استاذ استاذ زائد خمسة على ستة دو بارونتيز نديرو مضروبة في إكس. شنو غنديرو؟ إكغيك. شنو غنديرو؟ شنو غنديرو؟ استاذ واحد على ثلاثة. ناقص واحد. كنديرو ناقص واحد على ثلاثة. كناخدوه بالإشارة ديالو، قلت لكم العدد كناخدوه بالإشارة ديالو. وهنايا غيبقى ليا زائد. نعم. الإشارة العملية هي زائد. الإشارة العملية هي هنايا خمسة على ستة. العامل المشترك نضرب هنايا بجوج غتولي ناقص جوج زائد خمسة على ستة. إكراك أوس إتنين. هي ثلاثة على ستة إكراك أوس إتنين. إكراك دو. صافي غنوقفو حد الحصة الجاية إن شاء الله وغادي نكملو الباقي.